السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل مع بعض كود بلوك جوه برنامج التينكر كاد. هقول له نيو ديزاين، هنبدأ في الديزاين مع بعض. طيب هبدأ اقول اعرف بعض المتغيرات هنحتاجها في الشغل بتاعنا، فهاجي هنا واقول له كرييت فاريبل واقول له سمي ده مثلا سايز 1. وهديله قيمة 40، وبعد كده هقول له اعمل لي واحد تاني سايز 2 واقول له خلي لي ده مثلا 8، واقول له اعمل لي متغير تالت هنسمي ده مثلا كيو تي واي ويخليه مثلا 15، وآخر متغير للروتيشن عشان نلف أسميه روتيشن. وهقول له دوت خليه فين الفاريبل، هيت خلي لي دوت 360 على ال كيو تي واي اوت. تمام، طيب ده كده انا عملت المتغير بتاعي، عايز الغيه هحط هنا في السله ديت. دلوقتي بقى هبدأ اقول له ضيف لي الحلقة ديت اللي هي التورس ديت اهو، فبيبدأ يسألني بقى على المعلومات اللي انا عايزها، فبقول له خد السايز اللي هو سايز 1، ده هيبقى الريدس بتاعك. طيب خلينا نشغل اهو. طيب بعد كده بقى عايز انا اعمل كورة تتحط هنا، وبعد كده تبدأ كرة تانية تدخل ويبدأوا يلف حوالين الشكل، فهعمل حاجة اسمها ريبيت. هبدأ أكرر، هقول له مثلا كاونت ويز، هنستخدم كاونت. طيب كم مرة، هقول له من الزيرو لحد الكيو تي واي اللي حاطينها اللي هي ديت، وهقول له خليها كل مرة زود درجة واحدة، طيب اللي هي 15 دي. طيب دلوقتي بقى هبدأ اقول له ارسم لي كورة سفير بالشكل دوت. طيب هقول له بقى المقاس بتاعها اللي هو المقاس الصغير سايز 2، ده هيبقى الريديوس بتاعي. وعايز اقول له اتحرك للحافة اللي هنا، فهقول له موف. اهيت. طيب انا اقول له اتحرك في الاكس، فانا محتاج ان انا الاكس هديله له المقاس اللي هو الاولاني الكبير على اساس ان هو عايز يتحرك للحواف ديت. بص هيبقى بالشكل دوت. تمام، خلي بالنا الكور كلها تيجي في نفس المكان، فانا عايز اقول له لازم تلف حوالين نقطة المركز بحيث يبداوا يلفوا. طيب هقول له بقى ايه، هات من الاول اخر امر بقى هنضيف ان شاء الله روتيت بالشكل دوت، وهقول له ده خليه في الاكس اللي هو زي، وهقول له دوت هيتحرك بقى بمقاس قد ايه. لو قلت له 90 يبقى كلهم هيتحركوا نفس الحركه، فانا لازم ادي له قيمه معينه، فاقول له اللي هي ديت اهي. ده بقى هنقول له مثلا في، وهقول له ده الروتيشن، وهقول له دوت خليها بمقاس اللي هي الاي كل مرة هتتغير. النقطة ديت اللي هي الاكس والواي والزد، خلينا نتحرك بقى. ممكن نزود السرعة بالشكل دوت. ممكن احنا بقى نصغر المقاس دوت، نخليه مثلا
خمسة أو أربعة ونشغل بالشكل ده حسب بقى المقاس اللي أنت محتاجه. فهمنا إزاي نبرمج حاجة بحيث إن هو يبدأ يرسم بالشكل ده. طريقة البرمجة ديت اللي هي البرمجة المرئية، ودي موجودة في لغة زي لغة سكراتش وفي حاجات كتيرة جدا بنفس السهولة ديت.